كنا نزرع الطماطم والبصل والذرة الشامية وبعض الحبوب مثل الصيف والحيق وبعض الخضروات الورقية، ونستمر على هذه كنا من السابق، والحمد لله كنا في نعمة والحمد لله. ظهر علي مرض السرطان في 2021 ونصحوني أطباء بالسفر للخارج. بعت محاصيل الزراعية الموجود، وبعنا الثروة الحيوانية إضافة إلى البامب، هذا كان دمى كذا وبعناه. برنامج حيث إيش؟ حيث الإنسان. اختر أرضك لتكون نموذجا زراعيا، سيتم تزويدك بكل ما تحتاجه لزراعتها من جديد. مبروك المشروع. مبروك المشروع إن شاء الله. مبروك إن شاء الله. مبروك إن شاء الله. أيوه هذا شوف إن شاء الله.